السلام عليكم. اهلا الطقطق الطقطق، حياك الله يا سعود. حيا بك يا سيدي عبد الرحمن. السي جاب لك موضوع مهم يعني. اي عادي والله، انا طبيعي حاليا جيت لي في الوقت هذا عسب ان انا مصحصح. لا سافر دحين امريكا يا غالي، بتحاول تمنع الشركات الشحن الدوليه من العبور في البحر الاحمر. مني امريكا هذا؟ امريكا بس سمعت الاسم هذا. امريكا القشه. فقول القشة. القشة أمريكا الشيطان الأكبر. أيوة الشيطان الأكبر. أيوة دحين بتحاول تمنع السفن على سبيل عمي يتمعذروا باليمن. كيف ما بش اليمن بيقول أي سفينة تعبر، أي سفينة ما لهاش علاقة يعني بالخيانة الصهيونية تعبر طبيعي، الملاحة لهم تصير ويجي طبيعي. ما عادهم دحين الذي بيخطينا السفن من عندنا من البحر الأحمر وهم يمسكون هناك يتقرصنوا أمريكا يقولون دحين خطيف من البحر الاحمر الحوثيين هؤلاء ما هم لابسين، ما بياكلوا ما بيشربوا ما لي عاد ببعض السفن قلت يعني بيفعلوا ولا ارحب يا ابو يحيى ارحب اهلا وسهلا. يعني مستغربين انصار الله قوتهم ما بياكلوا ما بيشربوا ما بياكلوا ما بيشربوا عاد بعضهم يحدث على هناك والله ان ما لي اي علاقه بامريكا ورب الكعبه. ايوه يعني السفن الذي بتكتب في جهاز التعارف ليس لنا علاقة بإسرائيل. والصين بتكتبها هناك بالصيني قال ورب الكعبة ما لنا دخل منهم. يعني بتحلف سبحان الله العظيم. كانت الصرخة هذه محاصرة ومحاربة من جميع الناس ها في الأرض، واليوم الناس بيتبروا من إسرائيل خوفا من من؟ من اليمن. من اليمن. وبعد الصرخة هذه سلاح وموقف، اصرخوا ستجدون من يصرخ معكم. فعلوها، اتركوا هذا أنها مأمورة. مأمورة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.